باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. ورد في رساله افسس الصح 2 ايه 18: وانتم متاصلون ومتاسسون في المحبه حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. وأنا عايز من هذه الآية أكلمكم عن الطول والعمق. من كل ناحية، سواء في الصلاة أو في التوبة أو في الحياة مع الله أو في العلاقة مع الناس أو في الخدمة أو في العطاء أو المحبة أو في الكلام أو في الأمانة وفي الرهبنة وفي الجهاد وفي الخطية إلى آخره. المهم عند الله هو العمق مش الطول، لكن إذا في الفضيلة اجتمع الطول مع العمق يبقى أفضل بكتير. يعني مثال لكده، الفريسي والعشاق هما الاثنين ذهبوا إلى الهيكل للصلاة. الفريسي صلى صلاة طويلة: أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة، ولا مثل هذا العشار، أنا بصوم يومين في الأسبوع وعشر جميع أموال إلى آخره. ولم تقبل صلاته، والعشار قال جملة واحدة فقط: ارحمني يا رب فإني خاطئ. فخرج مبررا دون ذاك، لأنه قال هذه الصلاة من العمق، من عمق قلبه، باتباع، بانسحاق، لا يشاء أن يرفع نظره إلى فوق وقرع صدره. يبقى المهم بقى في العمق مش في الكلام الكتير. اللص اليمين قال جملة واحدة فقط: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وبهذه الجملة الواحدة أخذ وعدا بالفردوس. لم يصلي صلاة طويلة، لكن صلاها بعمق، عمق إيمانه بهذا المسلوب وبملكوته وربوبيته إلى آخره. حنة أم صموئيل صلت صلاة قصيرة لكن من العمق، ونظرت نظرة، ولكن صلت من حرقة قلب ومن عمق احتياجها. عشان كده ربنا اداها اللي هي عايزاه. ده يذكرنا ايضا باول مزمور في صلاه النوم اللي بنقول فيه: من الاعماق صرخت اليك يا رب. من الاعماق، من عمق قلبي صرخت اليك، من عمق احتياجي صرخت اليك، من عمق حيرتي، من عمق خطيتي، من عمق المشاكل اللي انا فيها، من الاعماق يا رب صرخت اليك. يا ريت كل واحد يصلي تكون صلاته بالعمق. في واحد يصلي ويقول كل المزامير ومع ذلك ما فيش عمق في ولا مزمور واحد، بيكر يكر يكر يكر، والملائكة يبصوا يقولوا الراجل ده ما صلاش النهارده ليه. وفي واحد يقول مزمور واحد لكن يقوله من عمق قلبه وتصل الصلاة إلى الله. دي من جهة الصلاة في الطول والعمق.
من جهة مدة الخدمة مثلا، مدة الخدمة في الطول والعمق، نلاحظ ان المعمدان مدة خدمته يدوبك سنتين فقط، ما زادتش عن كده، وسلم الكنيسة للمسيح واستشهد، لكن في السنتين دول كانت خدمة في منتهى العمق استحق بها ليس أن يدعى نبيا فقط، بل وأعظم من نبي كما قال السيد المسيح في متى 11، واعتبر ملاك وهيئ الطريق قدام المسيح، واستطاع أن يوبخ الكتبة والفريسيين ويقتاد كثيرين جدا إلى التوبة في معمودية التوبة، مع أنها مدة قصيرة مجرد سنتين. برضو مدة خدمة المسيح حوالي كده 3 سنين وثلث تقريبا، ولكن عمل فيها حاجات كتيرة جدا، أسس الكنيسة وكون رسلا يتولون المسؤولية من بعده، وعمل معجزات كثيرة، وكان يقول يصنع خيرا وعلم الناس التعليم الصحيح وأنقذهم من الأخطاء. مدة قصيرة لكنها عميقة، عميقة. استفانوس رئيس الشمامسة، ايه المدة اللي قضاها؟ حاجة بسيطة، يدوبك ابتدى يشتغل ويبشر، وبعدين قبضوا عليه ورجموه وخلصت. اختياره للخدمة كان في أعمال إصحاح 6، ورجمه كان في أعمال إصحاح 7، يعني مدة قصيرة، لكن في هذه المدة وقف أمام مجامع ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح الذي يتكلم به، وجذب كثيرين إلى الإيمان. مدة قصيرة لكنها مملوءة من النعمة والبركة. الترسوسي، شاول الترسوسي، جه بعد الـ12 ولم يرى السيد المسيح بالجسد، شافه في رؤى معلش، لكن لم يتتلمذ عليه، وجاء متأخرا، ولكن أول ما ابتدأ بداية جبارة فاق فيها جميع الرسل، وهو نفسه قال وأنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة معي. بعكس كده مثلا في قصة الابن الضال، نرى الابن الكبير قضى مدة طويلة في الخدمة ولم يفرح برجوع أخيه، وعاتب أباه قائلا ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم تعطني جديا لأفرح مع أصدقائي، يعني خدم سنين طويلة ولكن قلبه ما كانش معاه، وبعد السنين الطويلة مش بيفكر في محبة أبيه، بيفكر في جدي، جدي إيه وبتاعي. لكن هناك أشخاص جمعوا بين الطول والعمق، مثال مثلا القديس يوحنا الحبيب، أكتر واحد عاش من الرسل، القديس أثناسيوس الرسولي عاش كبطريرك 45 سنة، يعني يعتبر اللي بعد كيرلس الخامس على طول، مدة طويلة ولكن مدة عميقة أيضا، فجمع بين الطول والعمق في خدمته.
إبراهيم أب الآباء نفس الوضع، موسى النبي نفس الوضع، دول جمعوا بين الطول والعمق. ولكن القديس أغسطينوس يقول له إيه؟ ابتدى بداية مش مظبوطة وراح يتعمد تقريبا وعمره 31 سنة، ما كانش يتعمد من صغر، وعاش بعيدا عن الإيمان وبعيدا عن الحياة الروحية السليمة. ولذلك قال لربنا: لقد تأخرت كثيرا في حبك، لقد تأخرت كثيرا في حبك. لكن أول ما ابتدى، ابتدى بداية تمام، بداية قوية. في ناس جم في آخر النهار زي أصحاب الساعة 11 وربنا قبلهم، المهم إنهم جم وأخذوا أجر زي الباقيين. في ناس خدمتهم عبارة عن عمل واحد سجله الكتاب، ولكن دل على نقاوة القلب وعمق الحب وروحانية، زي السامر الصالح. إيه اللي نعرفه عن السامر الصالح؟ لا نعرف حياته كلها من أولها لآخرها، لكن نعرف إنه هو وجد واحد يعتبر عدو ليه ومرمي ما بين حي وميت، فنزل من دبته وضمت جراحه وصب عليها زيتا وخمرا عشان يضمتها يعني، وأخذوا الفندق واعتنى به وصرف عليه وقال: كل اللي تنفقوه أنا أدفعه. بهذا العمل الواحد، لأن كان له عمق، ربنا سجله في التاريخ، ربنا سجله في التاريخ. ما يهمش إنه عمل واحد، لكن المهم كان له عمق. ولذلك تجد حاليا مؤسسات موجودة في أوروبا وأمريكا وحاجات دي اسمها مؤسسات السامر الصالح، وأصبح رمز للخدمة السليمة بمجرد عمل واحد. عمل زي مريم أخت مرثا، بعمل واحد عملته، إنها جلست عند قدمي المسيح واهتمت إنها تستمع إليه. سجل ساعات عمل واحد ربنا ما ينساهوش أبدا، لأن له عمق. نفس الوضع كما نتكلم عن البر، نتكلم عن السقطة في عمقها. في سقطات بتكون عن ضعف، وسقطات بتكون عن خيانة وعن شهوة. آدم لا نعرف عنه إلا سقطة واحدة، لكن خرب الدنيا كلها بالسقطة دي لغاية لما أنقذنا المسيح من هذا الخراب. سليمان سقط سقطة في آخر أيامه، ولكنها كانت عميقة وربنا ما نسيهاش ليه، لكن من أجل داود أبيه قال له: عاقبك بس العقوبة تكون في أيام ابنك مش في أيامك أنت. وفعلا الملك العظيم الذي كان لسليمان راح، ولم يبق له إلا سبط يهوذا والذين يخدمون من سبط لاوي، والباقيين كلهم 10 أصباط راحوا ليربعام. سقطة لكن كان لها عمقها وربنا ما سمهاش. داود أيضا سقط، لكن لأنه سقط عن ضعف وقلبه محب لله، ربنا لم ينسى له محبته لكن عاقبه أيضا. وداود يمثل التوبة التي في عمقها،
في ناس بيتوبوا ولكن مش في العمق بتاع داود. داود تاب توبة كان يبلل فيها فراشه بدموعه، وبيقول دموعي صارت لي طعاما نهارا وليلا، وأذل نفسه أمام الله إذلالا كبيرا، وصرخ مزمور التوبة بتاعه ارحمني الله كعظيم رحمتك. فده يمثل التوبة في عمقها، وأيضا أغسطينوس يمثل التوبة في عمقها. عمقها يعني ما يرجعش للخطية تاني، مش بس كده. نلاحظ في أسفار الأنبياء الصغار تتكرر عبارة الذين رجعوا بكل قلوبهم، الذين رجعوا بكل قلوبهم، اللي بكل قلوبهم دي تكون من العمق، مش يوم في العالي ويوم في الوقت وخلاص تبت يا رب واعترف وامشي كويس والتاني يوم نخطي نفس الخطايا ونرجع نقول تبت. ده شغل مراجيح. لكن التوبة الحقيقية اللي في عمقها تكون من عمق القلب، وما فيش رجوع مرة أخرى، ويصحبها الندم. وفي ندم خفيف مش عميق، وفي ندم عميق. الندم العميق ده زي ندم بطرس الرسول، بيقول خرج خارجا وبكى بكاء مرا، ندم من عمقه. من جهة العطاء أيضا يوجد مقياس الطول والعمق. في ناس بيعطوا من فضلاتهم، والعمق الذين يعطون من أعوازهم، مثل فلسي الأرملة اللي طوبها السيد المسيح لأنها أعطت من أعوازها، ومثل أرملة صرفت صيد أيام إيليا النبي. كانت أيام مجاعة وما عندهاش غير شوية دقيق وشوية زيت، هتعملهم فطيرة تاكلهم وتموت. فجالها إيليا وقال لها اعملها له، اديت له كل ما عندها. عشان كده ربنا باركها، والدقيق لم يفرغ ولا الزيت في بيتها طول مدة المجاعة. وأكبر عمق في الإعطاء هو إن الإنسان يعطي ذاته، زي ما قال السيد المسيح في يوحنا 16: ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه من أجل الذين يحبون. من جهة العلاقات في الطول والعمق، من أحسن العلاقات اللي ذكرها الكتاب المقدس علاقة راعوث بحماتها نعمة. ما شفناش واحدة في الدنيا تحب حماتها زي راعوث. قلتلها يا بنتي خلاص ولادي ماتوا وجوزك مات وروح لأهلك. قالت لا، منين يعني؟ حيثما كنت أكون وحيثما بت أبيت وحيثما مت أموت، لا أتركك، شعبي شعبك وإلهي إلهك. عشان كده ربنا كافأها على حبها لحماتها بأنها صارت جدة للمسيح، وقبل كده صارت جدة لداود، وبالتالي صارت جدة للمسيح، وذكرت في قائمة الأنساب مع أنها امرأة مؤابية من شعب غريب الجنس. ومن الصداقة اللي في أعماقها والعلاقة اللي في أعماقها علاقة داود ويوناثان، محبت كل منهما للآخر، لدرجة يوناثان وقف قصاد أبوه شاول الملك وقال له بتعمل كده ليه في داود؟ ده لم يخطئ إليك أبدا. وكان ينقذ داود من خطط أبيه شاول. عشان كده لما مات يوناثان
داود رساه وقال له محبتك ليا أعظم من محبة النساء. من العلاقات الطيبة أيضا اللي فيها العمق العذراء في علاقتها بأليصابات، لما سمعت العذراء أن أليصابات حبلة في شيخوختها التي كبيرة في السن وتحتاج لحد يخدمها، أروح أنا أخدمها، وخصوصا الملاك قال لها أن أليصابات نسبتك دي في الشهر السادس ليه، فراحت العذراء وقعدت معاها الثلاث أشهر اللي فاضلة تخدمها لغاية لما ولدت وسبتها ومشي، مع أن العذراء والدة الإله، يعني كان ممكن تقول يعني مقامي لا يسمح. لا، المقام الصحيح هو أن الواحد يخدم الكبير يخدم الصغير. علاقة جبارة. الألم، في ألم خفيف وألم مؤلم، فيه الطول والعمق. مش حكاية الطول، جايز ألم بتاع عدة ساعات لا يوازي ألم آخر بتاع دقيقتين من إنسان بيصرخ ومش قادر، لدرجة ساعات يدوله حقن مورفين علشان يهدوا الألم اللي عنده. ألم صعب برضه، فيه الطول والعمق في الألم ده. ولعل ألم السيد المسيح كان من هذا الألم العميق حينما قال أنا عطشان، وقال لماذا تركتني. الجهاد، ياما واحد بيجاهد لكن ما فيهوش عمق. الجهاد اللي فيه عمق اللي بيقول عليه بولس الرسول في عبرانيين 12:4 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يجاهد حتى الدم ضد الخطية. وهكذا نفس الأمانة بنفس الوضع، يقول كن أمينا إلا الموت سأعطيك أكل الحياة. الكلام أيضا فيه الطول والعمق. في واحد يتكلم كثيرا ولا يفيد شيئا، وفي واحد يقول كلمتين قليلين ويبقى فيهم كل البركة. ولذلك كان السواح يأتون ليسمعوا كلمة منفعة ولو جملة واحدة من أحد الآباء الكبار فيستفيدون منها ويسجلونها في كتبهم. آخر حاجة أقول حكاية الرهبنة، برضو مسألة الطول والعمق. في إنسان يجلس في القلاية 50 سنة ولا يعرف طريقة الجلوس في القلاية، يقول لك عشرات السنين في الرهبنة وهو ما دقش الرهبنة أبدا في ولا يوم من الأيام دي كلها. وفي ناس كانوا أمناء في فترة المجمع فأصبحوا أمناء في الوحدة فأصبحوا أمناء في السياحة. لعل من أمثلتهم القديس الأنبا ميصائيل السائح، ربما يكون أصغر واحد بقى سائح في عمره، بسرعة كده كان بيجري جري 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 بعمق، دخل للرهبنة بعمق وعاش فيها بعمق ووصل إلى السياحة بعمق. أو ماكسيموس ودوماديوس قضوا فترة قليلة لكنها عميقة جدا. ولكن هناك أشخاص جمعوا بين الطول والعمق في الرهبنة، مثل القديس الأنبا بولا السائح
اللي قضى حوالي 80 سنة لا يرى وجه الإنسان ويليه الأنبا كراس السائح. نكتفي بكده، تفضل.